السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، معاكم استهاني من قناة علمني. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو مهم جدا جدا، معانا النماذج الاسترشادية لمادة التربية الاسلامية صف الرابع الابتدائي. فيديو مهم، تابعوا لاخر سؤال. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، اعجاب للفيديو، فعلوا زر الجرس عشان اي مراجعة ننزلها توصل لكم باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. كلف الله تعالى الملائكة بإعمار الأرض، طبعا غلط، لأنه كلف سيدنا آدم بإعمار الأرض وطبعا نسله من بعده. حكم اللام في كلمة الأرض الإضغام، غلط الإظهار. يدعون الله تعالى إلى التفكر والتأمل في الكون، صح. من يقرأ لشخص أعمى يشكر الله تعالى على نعمة البصر، طبعا صح. طباع الناس واحدة لأنهم خلقوا من تراب واحد، غلط. حكم اللام في كلمة التين الإزهار، غلط. خلق الله تعالى الإنسان من طين وخلق الملائكة من نور، صح. الناس متشابهون في الصفات وفي بصمات اليد، غلط طبعا. سجدت الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام خوفا منه، غلط طبعا، طاعة له. خلق الله تعالى سيدنا آدم عليه السلام وذريته لإعمار الأرض، صح. عندما أسلم علي بن أبي طالب كان في التاسعة من عمره، غلط، أنا في العاشرة. الإيمان بالكتب السماوية واجب على كل مسلم ومسلمة، صح. كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله تعالى جهرا، طبعا هي في البداية كانت سرا ثم جهرا، هتبقى غلط. يثبت شهر رمضان بثبوت الهلال، صح. بلغ سيدنا هود عليه السلام قومه بأنعم الله تعالى وحده وحذرهم من عذابه، صح. أنهى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلاف القبائل على وضع الحجر الأسود مكانه، غلط. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي أنهى الخلاف. لم يشارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ترميم الكعبة بعد تصاعدها تصدحها، غلط. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعي الأغنام ليساعد عمه ويخفف عنه، صح. أهلك الله تعالى قوم عاد بالطوفان، غلط، أهلكهم بريح شديدة. أحبت حليمة السعدية وأسرتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، صح. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، غلط، لأنه ولد في مكة. قوم عاد أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، الإجابة صح. طيب، أرضعت السيدة آمنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى سن الثانية من عمره، غلط، السيدة حليمة هي من أرضعته. كان الأنبياء كل الأنبياء عملوا برعي الأغنام لأن الرعي يعلمهم الصبر والإرشاد، صح. من وسائل الحفاظ على الماء استخدام كوب في أثناء غسل الأسنان، أكيد صح. ماء العيون الذي ينبع من باطن الأرض يصح به الوضوء، صح، لأنه ماء طهور. الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري ولا يتجدد، طبعا غلط، لأن الماء الراكد لا يجري ولا يتجدد، الإجابة إنها إيه؟ صح، مش غلط، معلش احنا آسفين، هو الإجابة الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري ولا يتجدد، الإجابة صحيحة، ماشي. رقم 27، من وسائل المحافظة على الماء غلق الصنبور في أثناء غسل أسناننا بالفرشاة، صح. شخص توضأ بماء ووضع فيه ليمون فتغير طعمه، حكم وضوءه صحيح، أكيد غلط، لأن هو كده اتغير في طعمه ورائحته وشكله، هيبقى غلط. عندما أسلم علي بن أبي طالب كان في التاسعة من عمره، غلط. الإيمان بالكتب السماوية واجب على كل مسلم ومسلمة، أكيد صح. كانت دعوة الرسول إلى عبادة الله تعالى سرا ثم جهرا، صح. أنزل الله الزبور على سيدنا إبراهيم عليه السلام، غلط، على سيدنا داود. ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، صح. المقصود بطور سينين جبل الطور في سيناء، برضو صح. كانت السيدة خديجة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح. استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، صح. أقول بعد الاعتدال من الركوع سبحان ربي العظيم، صح. خلق الله الإنسان قبل أن يسخر له الأرض وما عليها، غلط، لأنه خلق الأرض الأول. المقصود بالنبأ العظيم في سورة النبأ البعث بعد الموت، صح. يعرف المسلمون وقت الصلاة من الأذان، أكيد صح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بغار حراء في جبل أحد، غلط. من أركان الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، صح. اجتمع سادة الطائف لإعادة بناء الكعبة بعد أن هدمها السيل، غلط، سادة قريش. أقول في الجلسة بين السجدتين سبحان الله، صح. أصلي جهرا في صلاة العشاء، صح. صلاة العشاء صلاة جهرية. لا تتم صلاتي إذا لم أقرأ الفاتحة، أكيد صح. الفاتحة من شروط تمام الصلاة.
من الشهور الهجرية يناير وفبراير، غلط دي شهور ميلادية. يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، صح. سخر الله تعالى الأرض وما عليها لخدمة الإنسان، صح. خلق الله تعالى سيدنا آدم والملائكة وعلمهم الأسماء كلها، صح. هو خلق سيدنا آدم وعلمه الأسماء كلها. نشكر الله تعالى بالحفاظ على أجسامنا وحواسنا واستخدامها فيما يرضيه، صح. يميز الإنسان الحق من الباطل عن طريق العقل والتفكير، صح. خلق الله تعالى الإنسان الحواس ليدرك العالم وليتواصل مع من حوله، صح. يحث الإسلام على تقدير العلم والعمل الجاد لكي يتقدم المجتمع، أكيد صح. وصلت حليمة السعدية إلى مكة فوجدت أطفالا كثيرين لكي ترضعهم، غلط. هي طبعا ما وجدتش غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعلمنا رعي الأغنام الصبر واليقظة والشجاعة، صح. أحبت حليمة السعدية وأسرتها محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه طفل مبارك، صح. جاء صلى الله عليه وسلم برداء عمه ووضع الحجر الأسود في منتصفه، غلط، برداءه هو. بعد التحكيم استمر النزاع بين القبائل حول رفع الحجر الأسود، غلط طبعا. انتهى النزاع. تدل قضية التحكيم على حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أكيد صح. عرف قوم عاد بضعف القوة البدنية وقلة النعم، غلط طبعا. عرفوا بقوة القوة أو إن كان عندهم جسمانهم قوي وقلة النعم، ربنا أنعم عليهم بنعم كثيرة، فغلط. علمنا الإسلام شكر الله تعالى على نعمة الماء وعدم الإسراف في استخدامه، صح. أمرنا الإسلام بالتقليل في استخدام الماء عند الوضوء والاستحمام وغسل الأيدي، صح. يحثنا الإسلام على تجنب قضاء الحاجة في الطريق أو الماء الراكد حتى لا تنتشر الأمراض، صح. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننظف مكاننا بعد أن نفرغ من قضاء الحاجة، صح. من آداب قضاء الحاجة أن أدخل الحمام ومعي مصحف أو شيء فيه ذكر الله تعالى، غلط طبعا. من فضل الوضوء تكفير الذنوب، صح. تعد التسمية من سنن الوضوء، صح. يعد الترتيب من فرائض الوضوء، صح. أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، أكيد صح. يعد الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإيمان بالله، صح. يشتمل القرآن الكريم على الأحكام والتشريعات فقط كالزكاة والصلاة، غلط. القرآن في كل الأحكام والشرائع للمسلمين. أنزل الله تعالى القرآن الكريم للناس كافة، صح. حفظ الله تعالى القرآن الكريم من التغيير والتبديل والنقصان، طبعا صح. من واجبنا أن نقرأ القرآن الكريم ونفهمه ونتدبر معانيه، أكيد صح. ليس من واجبنا أن نعلم القرآن الكريم لغيرنا، غلط طبعا. ليس من واجبنا أن نطبق ما جاء بالقرآن الكريم في حالنا الشخصية، أكيد غلط. خلق الله تعالى الكواكب والنجوم وفق نظام محدد ودقيق، صح. تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى في سير الشمس والقمر دون تصادم ولا تداخل، صح طبعا. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم مقرا للجهر بالدعوة، غلط طبعا. هي كانت مقر للدعوة سرا. الله تعالى قادر على كل شيء، صح. أدعو الله تعالى فهو الوحيد القادر على إجابة دعائي، أكيد صح. أصحاب الكهف هم فتية عرفوا بإيمانهم بالله الواحد وابتعادهم عن عبادة الأصنام، صح. أنام الله تعالى أصحاب الكهف 100 سنة لينقذهم من ملكهم الظالم، غلط. 309 سنة تعلمت من قصة أصحاب الكهف اللجوء إلى الله تعالى القادر على حمايتي، صح. ترديد الأذان سبب في دخول الجنة وإجابة الدعاء، صح. الإقامة هي الإعلام بدخول وقت الصلاة، غلط. هو الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. أقرأ التشهد كاملا بعد الركعة الأخيرة، صح. أقول بعد الاعتدال من الركوع سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، صح. من فوائد الصوم في مجتمع نشر الرحمة بين المسلمين، صح. الصوم يعودني على الصبر والطاعة، صح. طيب نشوف اللي بعده. اختر الإجابة الصحيحة. كلم الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام عند الكعبة، غار حراء، بيت المقدس، جبل طور سيناء، طبعا جبل طور سيناء. حكم اللام الساكنة في كلمة الأمين، الإظهار، الإدغام، الإقلاب، الإخفاء، هنا الإظهار. ميز الله تعالى الإنسان بنقط يفكر وتدبر، العقل، اليد، البصر، القدم، طبعا العقل. نشكر الله تعالى على نعمة اليدين باستخدامها في نقط الآخرين، ضرب، وسيلة اتصال، مساعدة، إيذاء، طبعا مساعدة الآخرين. المقصود وهذا البلد الأمين في سورة التين، مكة، الطائف، المدينة، مصر، طبعا البلد الأمين هي مكة. لقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخليل الله، الفاروق، أبي الأنبياء، الصادق الأمين، لقب بالصادق الأمين. حليمة السعدية نقط النبي صلى الله عليه وسلم، أم، أخت، مرضعة، زوجة، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. شارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بناء بيوت مكة، هدم الكعبة، إعادة بناء الكعبة، بناء سور مكة، إعادة بناء الكعبة.
للحجر الأسود مكانة عند المسلمين لأنه نزل من الجنة أسود من زمن قديم، لأنه طبعا نزل من الجنة. أهلك الله تعالى قوم عاد بالطوفان، النار، الريح الشديدة، الطير الأبابيل بالريح الشديدة. الوضوء هو غسل جميع الجسم، بعض الأعضاء، اليد، الوجه بالماء، بعض طبعا الأعضاء. السحر هو الثلث الأول، الثاني، الرابع، الثالث من الليل، هو الثلث الثالث من الليل. خلق الله الملائكة من نار، طين، نور، شمس، من نور. نزل الوحي على سيدنا محمد في غار حراء، غار ثور، المسجد الأقصى الطائف، طبعا في غار حراء. الصوم هو أحد أركان الإسلام الأربعة، الخمسة، الثلاثة، الستة، هو أحد أركان الإسلام الخمسة. المضمضة من الوضوء، سنن، نواقض، فرائض، الشروط. المضمضة من سنن الوضوء. طيب، فرض الله الصلاة على كل مجنون، مسلم، عاقل، طفل، على كل مسلم. من أمثلة الماء الراكد ماء البرك، البحر، المحيط، النهر، طبعا ماء البرك لأنه لا يتحرك ولا يتجدد. شخص توضأ ثم صلى ولكن صلاته غير صحيحة لأنه مسح الأذنين، غسل كفيه ثلاثا، توضأ من ماء النهر، بلل ملابسه ببوله، طبعا بلل ملابسه ببوله لا تصح صلاته. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الدعاء نقوله عند دخول المنزل، دخول الحمام، الخروج من الحمام لانتهاء من الوضوء، طبعا دخول الحمام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الزكاة، الحج، الصلاة، الصوم، طبعا الصلاة. يصح الوضوء بالماء بالليمون، الماء النجس، الماء الراكد، ماء البحر، طبعا ماء البحر. من فرائض الوضوء التسمية، الاستنشاق، المضمضة، مسح الرأس. من فرائض الوضوء مسح الرأس. وقت صلاة العصر، من خروج وقت الظهر حتى لغروب الشمس، طلوع الفجر، أولا الليل ولا نصف الليل، غروب الشمس. من سنن الوضوء غسل الرجلين، الترتيب، مسح الرأس، مسح الأذنين. من السنن طبعا مسح الأذنين. سكن قوم عاد مكة المدينة، الأحقاف، مصر، العراق، طبعا سكنوا الأحقاف في اليمن. قال تعالى في سورة النبأ: وكأسا دهاقا. الكأس الدهاق هو الماري، الماء الجاري، الكأس الملون، الشراب اللذيذ، الماء الساخن، هو الشراب اللذيذ. استعن بالله القادر عند مذاكرتي في عملي أثناء سفري في جميع شؤون حياتي، أكيد في جميع شؤون حياتي. من فرائض الوضوء المسح بالرأس، المضمضة، الاستنشاق، مسح الأذنين، طبعا المسح بالرأس. أول من أسلم من الصبية عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، طبعا علي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبية. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله بعد نزول آيات سورة التين، النبأ، العلق، المدثر. بعد نزول سورة المدثر بدأ طبعا بالدعوة إلى الله. الإيمان شرط للثراء، دخول الجنة، إتقان العمل، الحصول على السلطة، دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا سكن الجبال، أحبه كل قومه، رعي الغنم، مات شابا، طبعا رعي الغنم. تمام. طيب نشوف اللي بعده. مسح الأذنين من الوضوء، نواقض، فرائض، سنن. كل ما سبق من سنن الوضوء مسح الأذنين. أركان لا تتم الصلاة إلا بها: فرائض الصلاة، سنن الصلاة، حكمة الصلاة، كل ما سبق، كل ما سبق. خلق النجوم والكواكب يدل على ضخامتها، كثرتها، قدرة الله، ضعف البشر، قدرة الله. كان ورقة بن نوفل من سيدات قريش، أقارب السيدة خديجة، أعداء الإسلام، فرسان قريش. كان من أقارب سيدة خديجة، كان ابن عم السيدة خديجة. ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، الحركة، النوم، طبعا بالعقل. أنزل الله تعالى القرآن الكريم على لكي يهديهم قوم ثمود، عاد، الخلق كفة، طبعا الخلق كفة. قوم إيه هم أول من عبد الأصنام بعد طوفان نوح عليه السلام؟ عاد، ثمود، مكة، قوم عاد. الصلاة مفروضة على كل مسلم، وهي الركن إيه من أركان الإسلام؟ الأول، الثاني، الثالث، طبعا الركن الثاني. بعث الله تعالى إيه دمرت قوم عاد إلا هودا عليه السلام، وهو من آمن معه مطرا غزيرا، ريحا شديدا، حريقا كبيرا، طبعا ريحا شديدا. خلق الله تعالى سيدنا إيه عليه السلام بعد أن خلق الملائكة، موسى، آدم، سليمان، طبعا سيدنا آدم. حاسة إيه تساعدنا على التمييز بين الصور والألوان؟ العينين، اللسان، العقل. حاسة العينين. حاسة إيه بتساعدنا على التمييز بين الطعم الحلو والمالح والمر والحامض؟ طبعا العينين، اللسان، العقل، اللسان. البلد الأمين يعني مكة، اليمن، مصر، طبعا البلد الأمين مكة. ينتشر التين والزيتون في بيت المقدس، مكان نبوة سيدنا إيه عليه السلام؟ آدم، موسى، عيسى، طبعا سيدنا عيسى. كلم الله تعالى سيدنا عليه السلام على جبل طور سيناء، آدم، موسى، عيسى، طبعا سيدنا موسى.
أقسم الله تعالى بمكة مهبط الإسلام المسيحية اليهودية، طبعا مكة مهبط الإسلام. ننطق اللام القمرية في كلمة الأرض، النجوم، الرحمن، طبعا كلمة الأرض. ننطق اللام الشمسية في كلمة الملك، القيوم، الصبور، طبعا الصبور هنا اللام شمسية. الاستنجاء يعني غسل مخرج البول أو الغائط جيدا، مسح مخرج البول أو الغائط بالمناديل أو الحجار. الاستنجاء هو غسل مخرج البول أو الغائط جيدا. الاستجمار يعني غسل مخرج البول أو الغائط جيدا، مسح مخرج البول أو الغائط بالمناديل والحجارة. الاستجمار هو مسح مخرج البول أو الغائط بالمناديل أو الحجارة. إنسان قضى حاجته ولم يتطهر ثم توضأ ليصلي، صلاته صحيحة، صلاته غير صحيحة؟ طبعا صلاته غير صحيحة. إنسان قضى حاجته واستنجى لكن ملابسه ابتلت من بوله ثم توضأ ليصلي، صلاته صحيحة ولا صلاته غير صحيحة؟ طبعا صلاته هتبقى غير صحيحة. من سنن الوضوء غسل الوجه، غسل اليدين، السواك. السواك من سنن الوضوء. من فرائض الوضوء مسح الأذنين، لمسح الرأس، المضمضة، طبعا مسح الرأس من فرائض الوضوء. تعد الصلاة من أسباب دخول إيه ويتمحي ذنوبنا؟ الجنة، النار، الفرد، من طبعا هي أسباب دخول الجنة. من بديع صنع الله تعالى أنه خلق إيه دون أعمدة ظاهرة؟ السماء، البحار، الأرض، طبعا السماء. اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار مين مقر للدعوة السرية؟ ورقة بن نوفل، الأرقم ابن أبي الأرقم، حليمة السعدية، دار الأرقم ابن أبي الأرقم. بعث الله تعالى هودا عليه السلام ليدعو قوم عاد لترك عبادة الشمس، الأصنام، الرياح، لترك عبادة الأصنام. تأتي الإقامة للصلاة، نقط الأذان بفترة حتى يجتمع المسلمون للصلاة في المسجد، قبل ولا بعد، في ولا في أثناء؟ طبعا الإقامة بتأتي بعد الصلاة، الأذان. يؤذن للصلاة، يؤذن للصلاة كل يوم كم مرة؟ 3، 5، 7، طبعا 5 مرات لأن الصلوات 5. عند سماع الإقامة يقف المصلون نقط الإمام للصلاة، خلف، أمام، بعيدا، طبعا خلف الإمام. أصلي سرا في صلاة العشاء، المغرب، العصر، طبعا العصر هي صلاة سرية، أما العشاء والمغرب جهرية. أقول في السجود رب اغفر لي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. في السجود طبعا بنقول سبحان ربي الأعلى. نشوف اللي بعده. أكمل مما يلي بالكلمات الآتية، طبعا مديني كلمات هكمل بيها الجمل دي. خلق الله تعالى الملائكة لكي يعبدوه ويقدسوه، ومنهم إيه المسؤول عن الوحي؟ طبعا سيدنا جبريل المسؤول عن الوحي. ونقط المسؤول عن نزول المطر، سيدنا ميكائيل المسؤول عن نزول المطر. أخبر سيدنا آدم عليه السلام الملائكة نقط كلها فرأوه ما يميزه الله تعالى. أخبر الملائكة بإيه؟ بالأسماء كلها، فرأوا ما يميز الله تعالى به. ثم أمرهم الله سبحانه أن نقط له تحية ففعلوا، طبعا أن يسجدوا له تحية ففعلوا. خلق الله تعالى الإنسان من نقط مختلف ألوانه، من تراب مختلف ألوانه. خلق الله تعالى الإنسان في أحسن إيه وميزه بالتفكير، في أحسن صورة وميزه بالتفكير والعقل. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم نقط وسط رداءه، وطلب من رؤساء القبائل أن يمسك كل منهم نقط من الرداء. طبعا وضع الحجر الأسود وسط رداءه وطلب أن يمسك كل منهم إيه؟ طرفا من الرداء. طيب أكمل ما يلي بالكلمات الآتية برضو. أخذ صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود نقط ووضعه مكانه بيديه الشريفتين، ووضعه مكانه في الكعبة لفض نقط بين القبائل، لفض النزاع. أرسل الله تعالى نبيه مين عليه السلام إلى قوم عاد، طبعا هود. خلق الله تعالى الماء وجعل منه كل شيء حي، حث الإسلام على الحفاظ على مصادر الماء لمنع انتشار الأمراض. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء مرتجفا وقال لزوجته زملوني. تمام، نشوف اللي بعده برضو. أكمل بالكلمات. نعرف بدء الشهر الهجري عند رؤية إيه يا أولاد؟ عند رؤية الهلال. اقرأ الجزء الأول من التشهد بعد الركعة ايه الثانية في الصلاة. أصلي جهرا في صلاة الصلاة الجهرية ايه؟ صلاة العشاء خلاص والمغرب والصبح، دي صلاة جهرية، الصبح والمغرب والعشاء. أصلي سرا في الصلاة، صلاة ايه بقى اللي بتصلى سرا؟ عندي العصر وعندي الظهر. تمام. الصوم هو الإمساك عن ايه وايه؟ طبعا عن الشراب والطعام وسائر المفطرات بنية العبادة من الفجر حتى المغرب. طيب نشوف اللي بعده. صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود به.
الإيمان بالكتب السماوية طبعا من أركان الإيمان، القيء الكثير ينقض الوضوء، ترديد الأذان سبب في إجابة الدعاء، أسلم الأرقم ابن الأرقم على يد سيدنا أبي بكر الصديق، الأحقاف هي جبال من الرمال. طيب هنوصل اللي بعده، التين والزيتون نوعان من أشجار المثمرة، نوعان من الأشجار المثمرة من مظاهر قدرة الله المصور في خلق الإنسان، إيه بقى؟ نعمة العقل والحواس. الملك المسؤول عن الوحي جبريل عليه السلام خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم أي أحسن صورة. تمام نشوف بعده، ماشي. النبأ برضو هنوصل، النبأ العظيم هو البعث بعد الموت، دار الأرقم، دار الأرقم كانت مقر لدعوة سرا، للدعوة سرا. أقول بعد الاعتدال من الركوع بقول إيه؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. النون الساكنة حرف أصلي يأتي خاليا من الحركات الثلاثة، التوراة أنزلت على سيدنا موسى. من عادات أهل مكة أن ترضع نساء البادية أبنائهم، من عادات أهل مكة أن ترضع أبناء البادية، نساء البادية أبنائهم. اتصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمانة، لذلك كان الناس يحفظون أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أهلك الله تعالى قوم عاد بريح صرصار عاتية، رضيت القبائل بالنبي صلى الله عليه وسلم حكما بينها بسبب إيه؟ صدقه وأمانته. أرسل الله تعالى نبيه هود عليه السلام إلى قوم عاد. طيب ماء البحر يصح التطهر به من فضل الوضوء مغفرة الذنوب. الحمام مكان لقضاء الحاجة، لذلك لا ندخل ومعنا مصحف. صلاة المغرب مالها 3 ركعات. لا يجوز الوضوء بمياه الصرف الصحي لأنها نجسة. تمام. طيب برضو توصيل، أرسل الله تعالى هودا إلى قوم عاد. النوم العميق من نواقض الوضوء، النوم العميق من نواقض الوضوء. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية قرابة السنوات الأربع، 4 سنين تقريبا، وجدنا نحو القرآن نفهمه ونتدبر معانيه. المعصرات هي إيه؟ السحب الممطرة. المعصرات هي السحب الممطرة. الإزهار هو الإيضاح والتبيين. أصحاب الكهف فتية آمنوا بالله وابتعدوا عن عبادة الأصنام. طيب برضو توصيل الإقامة، الإقامة هو الإعلام بالقيام بالصلاة، الإعلام بالقيام بالإيه؟ بالصلاة. الأذان بقى إيه؟ الإعلام بدخول وقت الصلاة. خلاص يبقى الإقامة هي الإعلام بقيام الصلاة، يعني خلاص هنقيم الصلاة، أما الأذان الإعلام بقى بدخول وقت إيه؟ الصلاة. تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، تكبير يا الله أكبر اللي في الأول الصلاة دي من أركان الصلاة. النية محلها القلب، نية البني آدم بتبقى فين؟ محلها قلبه. أقرأ التشهد كاملا في نهاية الركعة الأخيرة. أقول في الركوع، بقول إيه في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. أصلي سرا، بأصلي سرا فين؟ في صلاة الظهر، صلاة سرية. أقول في السجود سبحان ربي الأعلى. خلاص نشوف اللي بعده، توصيل، توفيت السيدة آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 6 من عمره. حلت بركة الرسول صلى الله عليه وسلم على إبل مرضعته فامتلأت ذروعها بالإيه؟ باللبن. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة. نشأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه وجده، لأن طبعا أبوه توفى وهو في بطن أمه. جدد سادة قريش بناء الكعبة بعد السيل الشديد طبعا اللي أصاب الكعبة. اختصمت القبائل فيما بينها على رفع إيه؟ الحجر الأسود. للحجر الأسود قيمة عظيمة ويعد بداية الطواف ونهايته، بنبدأ الطواف من الحجر وبننتهي عنده. وضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود فيه أو بيديه الشريفتين، وضعه بيديه الشريفتين. طيب الماء النجس هو الماء النجس هو إيه؟ والماء الذي تغير لونه وطعمه ورائحته. تمام. الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير لونه وطعمه ورائحته. الصاع هو 4 حفنات، 4 حفنات بنسميه الصاع. المد هو 4 أمداد.
طيب برضو توصيل الصحف، الصحف دي صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام، الصحف نزلت على سيدنا إبراهيم عليه السلام، الزبور طبعا نزل على سيدنا داود عليه السلام، التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام، القرآن الكريم طبعا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا مديني شروط الوضوء ونواقض الوضوء، وهوصل بقى ايه كل حاجة اللي تيجي معاها، النية ومحلها القلب طبعا ده من شروط الوضوء، زوال العقل طبعا من نواقض الوضوء، النوم العميق من نواقض الوضوء، لو نمت نوم عميق خلاص كده الوضوء بتاعي اتنقض، طهارة الماء من شروط الوضوء، خروج البول او الغائط او الريح طبعا دي من نواقض الوضوء. خلاص طيب سل من العمود برضو ألف ما يناسبه من ب، الوضوء عند شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة. خلاص الوضوء من شروط صحة الصلاة، من شروط صحة الصلاة الوضوء، البلوغ من شروط وجوب الصلاة، خلاص أدام الإنسان بلغ يبقى وجب عليه الصلاة، ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ستر العورة، العقل من شروط وجوب الصلاة، ده من الإنسان بقى عقله بلغ وخلاص واكتمل يبقى وجب عليه الصلاة، طهارة البدن والمكان والثوب من شروط صحة الصلاة، الإسلام من شروط وجوب الصلاة، يعني الصلاة تجب على كل مسلم، استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة، دخول وقت الصلاة طبعا من شروط وجوب ايه الصلاة. طبعا ده كان النموذج الاسترشادي لوزارة التربية والتعليم للتربية الإسلامية، يا رب تكونوا استفدتوا منه بالنجاح والتوفيق. ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناة، فعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان الفترة اللي جاية اي نموذج او اي امتحانات تنزل توصل لكم، وبالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.